بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ، منورنا ومشرفنا وكل سنه وانتم طيبين. تاني رمضان كريم، حلقه جديده النهارده، وصفات جديده وسفره جديده ان شاء الله تكون مناسبه لفطار احد الايام عندكم في رمضان، او غدا يوم عادي لاي حد تاني، او عشاء او عزومه او اي حاجه تناسبكم. هي كلها وصفات في الاخر، وكله اكل في الاخر زي اللي بنطبخه كل يوم. واتمنى انكم دايما تتعاملوا مع رمضان على هذا الاساس، ان الاكل اللي بنعمله يوم زي اي يوم، من غير ما ترهقوا نفسكم ولا تضغطوا نفسكم بحاجات كتير متعبه. منيو النهارده لحمه بصل، لحمه بالبصل والجريفي. هتقولوا لي ايه الجريفي ده؟ عارفين الصوص البني اللي بتحبوه قوي في المطاعم؟ هنعمل شبهه النهارده، لحمه بالبصل والجريفي، وهنعمل شوربه كريمه طماطم فظيعه، وهنعمل مولتن كنافه، الكنافه اللي تيجي تقطعوها من النص كده تلاقوا الشوكولاته كده ساحت كده منها وراحت في كل حته. هنعمل كل الحاجات دي مع بعض، فمحتاجين نبدا على طول. لحمه البصل والجريفي علشان نعملها، انا بس اول حاجه محتاجه ان انا احط طاسة على النار تسخن عشان أكسب وقت وأجي أقول لكم المقادير. اللحمة دي تنفع بأي قطع، أي قطعية لحمة تكون سهلة في الطهي، تنفع بفلتو، تنفع ببوفتيك، تنفع ببتلو، تنفع بمكعبات كندوس تكون سهلة في الطهي شوية ومتقطعة صغير، كل ده ينفع. عندنا كيلو لحمة بتلو مكعبات وسط، مقطعينها مكعبات حجمها وسط. عندنا بصلتين متقطعين جوليان، خمس فصوص ثوم شرايح، وكوباية دقيق، لتر مرق الدجاج، نشا وزبدة، ومعلقتين صغيرين بهارات لحمة، ورقتين لورا، وملح وفلفل اسود. وهنبدأ شغل على طول. مكعبات اللحمة دي عايزة أعفرها في الدقيق، فهعمل ايه؟ هجيب بولة وهضيف كده ايه شوية من الدقيق. دي البولة مبلولة. ماشي، تاني شوية من الدقيق نحطه هنا، وبعدين نيجي ناخد مكعبات اللحمة ننزلها في الدقيق حديها رشة ملح ورشة فلفل اسود، ادي رشة الملح وادي رشة الفلفل الاسود، وهبدأ اعفرها بالدقيق. يعني ايه اعفرها؟ يعني اقلبها معاه لحد ما الاقي ان هي اتغلفت بيه تماما. نعمل ده حالا، وطبعا مع التوابل برضو هنقلب كده عشان التوابل برضو تتخلط. بس كده تقليبة صغنطوطة، لحد ما الاقي كل قطع اللحمة اتغطت بالدقيق تماما. ده بيعمل لي كذا ميزة، بيعمل لي طبقة بني كده جميلة على اللحمة، بتديها لون ذهبي جميل. ده أول ميزة. طيب تاني ميزة ايه يا سارة؟ تاني ميزة انه بيخلي الصوص يلزق على اللحمة، يعمل جليز او كده حاجة لازقة عليها، ما تخفش خالص، ما تنزلش من عليها. تالت حاجة بيبقى عامل من العوامل اللي بتقل الصوص، فممكن محتاجش أضيف أي مادة نشوية عشان أتقله. طيب الكلام الجميل ده هنعمل معاه إيه؟ هناخد شوية زبدة، وأنا عايزة أمن الزبدة بتاعتي بشوية زيت عشان عندي دقيق وهو مادة سهلة الحرق، فمش عايزة بقى إيه أحط زبدة والموضوع بقى يتحرق ويغمق مع بعضه. حبة زيت صغيرين، وحاجي كده اخد مكعب محترم من الزبدة. بس حلو قوي كده. الكلام ده يسخن كويس ونبدأ ننزل اللحمة. ليه يسخن كويس؟ يسخن كويس عشان لو ما سخنش كويس اللحمة هتنزل ميتها، ودي أسوأ حاجة ممكن أعملها للحمة بتاعتي، إن أنا أخليها تنزل ميتها. طيب أنا عايزة أرفع حلة تانية على النار
استعدادا للوصفه الثانيه. انتوا مش مدخلين الوصفه الثانيه اصلا؟ ماشي، يبقى مش محتاجين نحط دي على النار. الزبده هنا بدات تسخن كويس قوي وتاخد اللون اللي احنا عايزينه. هبدا انزل مكعبات اللحمه بالهداوه كده، واحده ورا الثانيه. وقبل ما انزل اللحمه في الزبده بنفض منها اي دقيق زياده. ناخد أميرة على التليفون كده واحنا شغالين. يا أميرة أهلا وسهلا. ازيك؟ ازيك يا أميرة، عاملة ايه؟ كويس الحمد لله يا حبيبتي، يا رب دايما. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة يا حبيبتي، وكل صحة وسلامة يا رب. عايز اعرف طريقة الكوكيز. طريقة ايه؟ كوكيز. كوكيز من عيني الاتنين. حاضر يا أميرة، شكرا يا حبيبتي واهلا وسهلا بيكي، نورتينا وشرفتينا. شايفين انا عماله احط اللحمه بكل هدوء في الدنيا. ده هل ده عشان انا عندي يعني وقت كبير بقى وفاضيه وبتسلى وكده؟ لا، علشان لازم اعمل كده عشان ما انزلش درجه حراره الطاسه، ومكعبات اللحمه ما تجيش فوق بعضيها، لازم كلها تبقى لامسه سطح الطاسه. فعشان كده انا بحط بهدوء خالص ومطوله بالي وبنفذ ده عشان اوصل لاحسن نتيجه. مهم جدا ان تقطيعات اللحمه تكون كلها نفس الحجم. ليه؟ عشان تستوي نفس السوى، ما تبقاش حته مستويه وحته لسه ما استوتش، او حته استوت زياده عشان حته تانيه سواها يتظبط. بس حلو قوي كده، ممكن نوسع كمان ناخد كام حته. اهم حاجه ان ما يبقوش فوق بعضيهم. مادام عارفين نوسع وناخد مكان اوكي، مش عارفين لا خلاص، يبقى محتاجين نعمل دور تاني. ولاحظوا كل مره باخد حته لحمه برضو بنفضها من الدقيق بنفس الطريقه، عشان انا عايزه طبقه الدقيق دي، بس مش عايزه دقيق زياده. بس تمام جدا. اللحمه دي بقى بتتساب على النار تحمر، لازم تاخد لون ذهبي من الناحيتين. معلين عليها النار وسايبينها براحتها خالص. ممكن نطلع بقى فاصل؟ يلا بينا نطلع بقى فاصل صغير جدا عبال ما اللحمة دي تاخد اللون الذهبي اللي احنا عايزينه. لما نرجع نعمل شوربة الطماطم والمولتن كنافة. مستنياكم. سامعين صوت اللحمه وهي عماله تتحمر وتطشطش وتعمل اصوات؟ الصوت ده هو بالظبط اللي انا عايزاه. المشكله بقى لما ما بسمعش الصوت ده، ده معناه ايه؟ ده معناه ان لحمتي نزلت ميه، فدي زي ما قلت لكم كده أسوأ حاجه ممكن اعملها في اللحمه بتاعتي. فطول ما انا سامعه الصوت ده يا جماعه انا مطمنه وعارفه ان النتيجه ممتازه. شايفين اللون الذهبي اللي خدته اللحمه؟ ده بالظبط اللي انا كنت مستنيه اشوفه. وبقلب على الناحية التانية عشان أشوفه كمان على الناحية التانية. بس كده قلبنا كل القطع، وبنفس الطريقة هنسيبها تتحمر. طبعا الزبدة مع اللحمة بتدي نتيجة فوق الممتازة. نسيب الناحية التانية تاخد اللون اللي احنا عايزينه ونرجع لوصفاتنا. عندنا ايه تاني؟ عندنا شوربة طماطم جميلة جدا 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 بالكريمة. تعالوا نشوف مقاديرها، وانا هرفع النار على الحلة اللي هسويها فيها لحد ما نقول المقادير عشان نكسب وقت برضو. ومقاديرنا هتكون كيلو طماطم متقطعة ارباع، 5 فصوص ثوم مفرومين، 5 عود روزماري، و5 اعواد زعتر،
ونص كوباية أوراق ريحان، كوبايتين مرق الدجاج، وكوباية حليب، وكوباية كريم الطهي، وزبدة، ومعلقة كبيرة سكر، وورقتين لورا، ورشة جوزة الطيب، ومعلقة صغيرة بابريكا، وملح وفلفل أسود. مقاديرنا في الأعشاب ممكن تغيروا فيها براحتكم، ما عنديش أي اعتراض. حسب الذوق، ما نقدرش نقول لكم صح وغلط على حاجة. هنبدأ بالزبدة، مكعبين كده زبدة، ومع مكعبين الزبدة دول على طول هحط التوم من اول، حتى من قبل ما الزبدة تسيح، مش لازم تسيح. وانا ممكن بقى اعمل حاجة لطيفة، ممكن ابص كده على اللحمة لسه ما خدتش اللون اللي انا عايزاه على الناحية التانية، فهنصبر عليها شوية. والزبدة هنا عمالة تسيح وبتاخد معاها هو طعم التوم. ممكن اعكس بقى، اجيب دي قريبة مني واجيب اللحمة مكانها، فانا هعكس الحلل بس. حلو قوي كده عشان ابقى براحتي اكتر. التوم قاعد اهو دلوقتي بدا يطلع له صوت، فانا كده ضامنه ان الزبده اخدت طعمه تماما. مع التوم ده هحط ورقتين اللورا وتقليبه برضو. وقبل ما التوم يحمر او ياخد اي لون هنزل عليه كل الطماطم. طب انا ثانيه بالظبط، ومع الطماطم هحط اعواد الزعتر واعواد الروزماري، واسيبها تاخد تشويحه على النار وتنزل ميتها، ولما نرجع من فصل صغير هنشوف بقت عامله ازاي. مستنياكم. رجعنا من الفاصل واللحمه خدت التشويحه بتاعتها، وانا دلوقتي بشيل اللحمه من الطاسه وهاجي على الطاسه اللحمه كلها شلتها هي هي، هحط حته زبده كمان وحته الزبده كمان دي هقوم على طول منزله فيها البصل. والطماطم هنا بتتشوح مع التوم ومع الأعشاب وكل أمورنا تمام. عايزة الطماطم تتهري خالص يا جماعة. طيب علشان ده يحصل هعمل ايه؟ اولا انا هضيف شوية مرقة صغيرين. المرقة دي الغرض منها مش تسوية الطماطم اكتر ما ان الغرض منها انها ما تحرقليش التوم، وهغطي عشان الطماطم تتحرق تماما. البصل هنا اللي بيحصل له انه بيتشوح بياخد كل البواقي اللي في الطاسة. جيب اللحمة على جنب، بيلم كل كرملة الطاسة، ومستنياه يدبل وياخد لون. لازم ياخد لون عن كده. اقدر احط له شويه التوابل وورق اللورا. التوابل ممكن تكون بهارات لحمه، ممكن تكون سبع بهارات، ممكن تحط رشه قرفه وملح وفلفل اسود، ممكن رشه فلفل اسود وجوز الطيب. يعني دي وصفه مش محتاجه توابل كتير قوي بصراحه، يعني هي بملح وفلفل وجوز الطيب تبقى زي الفل بس كده. هسيب البصل براحته، وفي الاخر خالص لما البصل ياخد اللون بقدر اضيف التوم، لكن مش من مصلحتي ان انا اضيف التوم من الاول طبعا، نظرا لانه ممكن يتحرق. هاجي ابص على الطماطم حصل فيها ايه. هلاقي الطماطم زي ما انتم شايفين بتتهري خالص،
وميتها بتنزل، ولحمها بقى مجرد لو ضغطت عليها بالسباتشولا خلاص قرب يتفعص خالص، لسه عايز شويه كمان بس احنا ايه رايحين في الاتجاه ده. وما دام احنا رايحين في الاتجاه ده يبقى نفضل مغطين عليها ونديها وقتها تماما. والبصل هنا قرب ياخد اللون او اخده بمعنى اصح، اخدت الاطراف اللون الذهبي اللي انا عايزاه، بس انا عايزه لون ذهبي كمان زياده عن كده. ولحد ما الكلام ده يحصل تعالوا نقول مقادير الكنافه معانا النهارده ايه. النهارده هنعمل مولتن كنافه، بقت منتشره جدا في محلات كتيره قوي 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 من بتاعه الحلويات، بتتباع بفلوس كتيره قوي قوي، وهي مش محتاجه الصراحه كل الفلوس دي خالص، مفيش ابسط من عملها في البيت. كل الموضوع ان احنا هنغير شكل القالب اللي بنعمل فيه الكنافه، وهنعمل لها صوص، والصوص هنعمله برده موفر جدا، هنستخدم صوص الشوكولاته الموفر النهارده، هنخففه بس بشويه مقدار لبن زياده. تعالوا نشوف المقادير ايه. محتاجين عشان نعمل الكنافه كيلو الا ربع كنافه مفروكه وربع 100 جرام سمنه دايبه. عشان نعمل الشربات محتاجين كوبايتين سكر، كوبايه ميه، ربع كوبايه عسل جلوكوز، ونص نص معلقه صغيره سائل فانيليا. صوص الشوكولاته اللي هو انا بعتبره اهم حاجه في وصفه النهارده، لان هو الحاجه الوحيده الجديده، يعني الكنافه احنا عملناها كذا مره وبالتفصيل الممل الايام اللي فاتت، فهيبقى تكرار ان احنا نعملها تاني، بس برضو هنتكلم عنها. الصوص هيكون عباره عن نص كوبايه كاكاو، وكوبايه حليب، وكوبايه زيت، وكوبايه سكر باودر، ورشه ملح، ونص معلقه صغيره سائل فانيليا. وللتقديم هنحتاج عفوا نص كوبايه بندق مجروش. انا براجع بس حاجه في مقاديري. تمام يلا بينا. الطماطم هنا زمانها قربت، انا هسيبها لاخر لحظه. البصل تمام جدا اللون اللي خده ده، اقدر بقى دلوقتي وانا مطمنه احط الثوم. طيب بعد ما احط الثوم ايه اللي هيحصل؟ الحقيقه ان الطاسه دي ممكن ما تكونش كفايه للصوص بتاعي، او خلينا اشتغل فيها وخلاص، خلينا اكمل فيها. نقلب الثوم بسرعه ونرجع اللحمه. لحمه ترجع بكل الجوس والعصاره اللي نزلت منها، ما نسيبهاش. ونقلبها تاني مع البصل، نطمن ان هي متوزعة على الطاسة كلها. وهنبدأ نسقي في مرقة تدريجيا مش مرة واحدة، هسقي كده واستنى لما اللحمة تشرب المرقة دي تماما. طبعا لو انا محتاجة فليتو هحتاج مرقة اقل بكتير، لو انا بعمل قصدي بفليتو، لو انا بعمل ببتلو بحتاج مرقة قليلة، لو انا بعمل بكندوز لا محتاجة مرقة اكتر، فحسب نوعية اللحمة اللي احنا بنستخدمها وبتحتاج سوى قد ايه ده هيحدد لي انا هحتاج مرقة قد ايه. انا من الاخر هفضل اضيف في مرقة لحد ما تستوي. الطماطم هنا اعتقد ان احنا وصلنا للمرحلة اللي انا مستنياها، وصلنا لها خالص. فانا اقدر دلوقتي اعمل ايه؟ اضيف السوائل. هضيف المرقه، هضيف ورق الريحان زي ما هو لان كل ده هيتضرب اصلا بالهاند بلندر بعد كده، فما تشغلوش بالكم. هضيف التوابل والسكر والبابريكا، انا عندي بابريكا وسكر ورشه من جوزة الطيب، وطبعا ملح، وطبعا فلفل اسود. انا قلت قدمته عليا. يلا بينا. والكلام الجميل ده هسيبه يغلي، مش هضيف برضو اللبن لسه، هستنى شويه
ولا الكريمه، برضو هستنى شويه، هسيب الكلام ده يغلي وهو متغطي عليه. اهم حاجه يكون دايما متغطي عليها عشان انا مش عايزه اخسر اي حاجه من سوائل الطماطم. هطلع فاصل صغير جدا ولما ترجعوا منه نكمل حلقتنا، مستنياكم. بتاعتنا قاعده بتستوي، طبعا انا قايله نشا في المقادير، النشا ده احتياط عشان لو احتاجته تقلوا الصوص، لكن اللي حصل دلوقتي ايه؟ ان اهو الدقيق اللي احنا عفرنا بيه اللحمه متقل لنا الصوص ومش محتاجين اي حاجه، طبعا لحمتي النهارده بتلو فبتستوي بسرعه جدا، فعشان كده انا عارفه ان انا مكتفيه بهذا القدر من السوى، هسيبها على النار بس لحد التقديم في الاخر. الشوربه هنا حصل فيها ايه؟ اللي حصل ان الطماطم دابت تماما. محتاجة بقى اجي اطلع منها شوية حاجات. عود الروزماري، خلاص كده احنا خدنا طعمه ومش عايزينه. اعواد الزعتر نفس الكلام، الورق بيكون نزل من عليهم ومش فاضل غير العود الرخم اللي مش هيتفرم معايا، فده بنطلعه خلاص وبنطلعه، بنلاحظ ما فيش عليه اي ورق فاضي. كده خدنا طعمهم، مش محتاجينهم يبقوا في بق حد يضايقوه. الريحان بيتطحن ناعم فما عنديش مشكله. هاجي اعمل ايه دلوقتي؟ هاجي اضيف اللبن وهسيب اللبن يغلي غلوه برضو معاها. عندي هنا عود زعتر نسيناه، هنسيبها تغلي مع اللبن. واللحمة كده أنا محتاجة أوطي بقى عليها النار خالص عشان الصوص بتاعها ما ينشفش. طيب نرجع للمولتن كنافة أو نبدأ في المولتن كنافة. عملنا المولتن كنافة دي إزاي يا جماعة؟ فاكرين إحنا عملنا إزاي في حلقات الكنافة الكتير اللي عملناها؟ خدنا الكنافة فرقناها بالسمنة، دي أول حاجة عملناها. طيب بعد كده يا سارة عملنا إيه؟ بعد ما فرقنا الكنافة بالسمنة عملنا التالي، جبنا صينية. ضروري جدا ان الصينية بتاعتي يكون فيها فتحة من النص، هوريكم شكلها دلوقتي، وطبعا ينفع تكون بالحجم اللي انتوا عايزينه. الطماطم هنا ماشية زي الفل واموري تمام. نيجي للكنافة، الصينية لازم يكون ليها حاجة هتخليها تطلع مفتوحة من النص كده، ولازم لما اجي احط الصينية الكنافة قصدي في الصينية لازم املى الصينية للاخر تماما. الكنافة بحطها في الفريزر عشان اعرف افركها، وبعد ما افركها بدعكها بالسمنة كويس. ناس كتير بتسألني لما بعمل الكنافة ما بتطلعش كلها لون ذهبي متساوي، افرطوا يعني خلوا ايديكوا فرطة في السمنة حبتين. انا عارفه انها يعني مش حاجه حلوه قوي بس لازم، ده اللي بيطلع الكنافه حلوه زي بتاعه المحلات. وممكن بعد السوى تصفوا السمنه دي عادي جدا، بس المهم ان السمنه تكون موجوده في السوى عشان تفضل الكنافه متعرضه للحراره بتاعتها طول، او متعرضه ليها طول ما هي بتستوي، ده اللي بيخلي الكنافه تاخد لون ذهبي متساوي. الكنافه اللي عندي هنا انا فركها طبعا بالسمنه كويس، ولما بحس اني محتاجه انا بعد ما بفرك بالسمنه واضغط في الصينيه، احيانا يعني ببقى افكاري شيطانيه شويه فبقوم ساقياها بالسمنه تاني، وزي ما قلت لكم بعد ما السوى يخلص بقوم مصفيه كل السمنه دي، ما عنديش مشاكل، بس المهم انها تكون موجوده في السوى. مهم جدا في الوصفه دي ان الكنافه زي ما انتم شايفين كده تبقى واصله للاخر خالص، ما يبقاش في اي حته من الحرف مش باينه، ونوزعها كويس قوي. وهقول لكم على طريقه حلوه تضغطوها. مين معانا على التليفون؟ معانا نبيله على التليفون. يا نبيله اهلا بيكي. السلام عليكم. ازيك يا نبيله؟ وعليكم السلام. حضرتك كنا عايزين نعرف طريقه الكيك. ماشي يا حبيبتي، شكرا جزيلا، ومن عينيا هقولها لك. اهلا بيكي.
ضغطتها بجيب صينية تانية زيها وأقوم عاملة كده عشان تتساوى، ولو عندي بقى أي نواقص بتبان هنا مثلا، أهو باين إن أنا محتاجة حتة، وهنا كمان، وهنا. ونضغط تاني، بس بقت زي الفل. هلم كل الاطراف دي جوه، ودي كده جاهزه لان هي تدخل فرن سخن على درجه حراره 180. دخلت الفرن، وزي ما قلت لكم لو عايزين تعوموها في السمنه خالص انا ما عنديش اي مشاكل، بالعكس يا ريت، ونبقى نمسح السمنه بعد كده. طيب ليه انا زايد مني كتير من مقدار الكنافه؟ لان انا عملت صينيه صغيره، لكن انا في الحلقه عامله صينيه كبيره. فشوفوا انتوا طبعا لو محتاجين صينيه صغيره هتقللوا في مقدار الكنافه عادي جدا، مفيش مشاكل. طبعا احنا ما عندناش وقت ان احنا نستنى الكنافه دي، فاول حاجه عايزين بس نشيل الطماطم دي الشوربه من على النار لان هي كده تمام، ونقفل هنا اللي عندي خالص عشان الحرارة دي. انا مستنياها تهدى، بس هعمل ايه دلوقتي؟ هحط لها الكريمة وهرجعها على النار تاخد بس شوية حرارة. انا طفيت العين بالغلط، نسيت ان انا لسه محتاجاها شوية حرارة يا جماعة، مش عايزاها تتغلي كتير لان الكريمة حساسة ويفضل التعامل معاها بحرص. ماشي، صينية الكنافة بعد ما دخلناها الفرن واخدت السوى اللي هي محتاجاه طلعت لنا بالشكل ده. قبل ما نقلبها عايزين نسقيها، فانا هجيب مغرفة عشان اسقيها. الشربات بارد والكنافة سخنة، وشربات الكنافة بيكون اتقل من المعتاد، اتقل من شربات البسبوسة مثلا. طبعا بنسقي شربات على قد ما احنا عايزين، لكن الوصفه دي بنصحكم انكم ما تسقوهاش مقدار الشربات اللي انتم متعودين عليه كله، اسقوها اقل شويه. ليه؟ علشان دي كنافه هيبقى فيها صوص مسكر جدا، فاحنا مش عايزين نخليها تموع النفس تبقى مسكره بزياده. فانا هسيبها كده على جنب شويه تشرب السكر، واجي اشوف شوربه الكريمة عايزة مني ايه. شوربة الكريمة حاليا عايزة مني ضرب، فانا هجيب الهاند بلندر وهجيب الشوربة الحلوة دي وهضربها. دي احلى طريقة تعملوا بيها شوربة الطماطم. بقى مطلق الحرية انكم تصفوها او تسيبوها زي ما هي. بيني وبينكم يعني انا من الناس اللي محسوكة قوي في موضوع الطماطم ده، بحب اصفيها، لكن لما بعمل شوربة الطماطم بالطريقة دي اللي بلاحظه ان القشر ما بيكونش ليه اي اثر،
فما بحتاجش ان انا اصفيها، فمحتاجه اصب شوربه الطماطم والكنافه بتاعتي كده بطرف عيني، بصيت عليها لقيتها شربت الشربات، يعني اديني بس ايه افنش بعد اذنك عشان انتوا ايه عرقلتوني كتير النهارده، كان في عرقله كتير النهارده منكم. أما لا عيب عليك، في ست تعترف بالغلط؟ اتجننت ولا ايه؟ طيب وانا عندي مشكله صغيره يا ولاد، ان انا محتاجه الهاند بلندر تاني، فممكن حد ياخده يغسله ويرجعه لي؟ ماشي ماشي، انا سايبه لكم اهو على جنب، تعالوا خدوه. ماشي، اللحمه بتاعتنا خلصت خلاص، الصوص تقيل وزي ما انا مش محتاجه حتى ازود نشا، فالموضوع كده هو بالظبط زي ما انا عايزه، انا كل اللي مطلوب مني دلوقتي اقدمها تحفه. والكنافه اللي احنا سقيناها بالشربات وصبرنا علشان الشربات يتشرب اتشربت، فاقدر اجي كده على طبق التقديم، بسم الله الرحمن الرحيم، واقلبها. يلا ارفع، يلا بسم الله الرحمن الرحيم، بس تحفه. لحد دلوقتي هي كنافه عاديه، عايزين بقى نخليها مولتين كنافه. هنعمل ده ازاي؟ هنعمل ده بالصوص اللي هنعمله دلوقتي مع بعض، بس عبال ما نعمل ده هنخلي الكنافه كده على جنب وهنشيل حاجتنا وتعالوا نقدم اللحمه، نكسب وقت عبال ما يجي لنا الهاند بلندر. اه انا بص انا حاسه بيك على طول، ما انتش محتاج تقول. اوكي ماشي، نقدم اللحمه. هاخد اللحمه الجميله بتاعتي، ام صوص تقيل وحلو دي، واحطها هنا. شايفين الصوص لازق عليها ازاي؟ ده عشان طبقه الدقيق اللي احنا عفرنا بيه في الاول. ناخد كل الصوص ما نسيبش منه حاجه. وانا هعمل ايه؟ هوزع اللحمه في الطبق، واعتقد واضح كده حركه الدقيق عملت لنا ايه، فهمتوا الفرق؟ الصوص اللي لازق على اللحمه في كل حته ده من الدقيق، ريحتها منتهى الجمال. يلا بينا حالا على الصوص. ادي اللحمه، مش ناقصها غير شويه حاجات كده ايه خضرة على الوش خفيفة خالص، مش عايزة داري شكل الصوص، انا بس عايزة كده نوره ونطقه. ونفس الكلام كده على الشوربة برضو، ننطقها بحاجة خضرة كده، لكن هي جميلة زي ما هي. يلا خلصت. ايه ايه انت عرفت الكلام ده منين؟ دي كلمات شفات، انت عرفت تقولها ازاي دي؟ احنا كده بنخش على شغل بعض. اه كده ما ينفعش اللي بيحصل ده. يلا بينا ندخل على الصوص. الشباب جابوا لي الهاند بلندر، شكرا يا شباب. الصوص ما فيش اسهل منه يا جماعه، هنحط كل المكونات على بعض. الحليب، هو انا عندي 2 حليب مش عارفه ليه، اعتقد بالغلط. اه زياده صح، برافو عليكي، شاطرين يا بنات. لا سيطره سيطره، دي احنا مخلينها احتياطي، انا طلبت من البنات كوبايه حليب زياده عشان لو احتاجنا نخفف الصوص. حطيت اللبن، السكر، الزيت، الفانيليا، الكاكاو، وبصراحه الصوص ده ما بيظبطوش غير رشه ملح صغيره جدا، اي حاجه شوكولاته تظبطها رشه الملح الصغيره دي. ماشي ثواني، هو فعلا بياخد ثواني. هنعمل ايه دلوقتي بسرعه كده؟
هنبدأ. بس التقل ده زي الفل. لاحظ ان انت هتشوف مشهد دلوقتي قلبك هيوجعك. يلا، ما هو مش موجود اصلا. يلا، وهناخد ايه؟ الكنافة الحلوة بتاعتنا دي محتاجناش نزود لبن الحقيقة، هناخدها كده ونحشيها من النص بالصوص. فاللي هيحصل دلوقتي ان اللي هيجي يقطع حتة من الكنافة دي هيحصل ايه يا مصطفى؟ هيحصل زي المولتن كيك بالظبط. برافو عليك. لكن هنسيب الجريمة دي كده؟ لا، ده احنا كمان لسه هنحط لها بندق. يلا بينا. بصوا كده. وهنيجي بشوية البندق الحلوين دول نغطي الوش بس كده، مش عايزين ندري تماما عشان يبقى معروف ان فيها شوكولاتة. اللي هيقطع هتسيح صوص الشوكولاتة ده. عشان كده قلنا ايه؟ قلنا ما تزودوش في الشربات عشان لسه عندنا حاجة تانية هتسكرها. دي كانت وصفاتنا النهاردة، يا رب تعجبكم. هقدمها لكم بسرعة حالا قبل ما مصطفى يعني ايه يقتلني حرفيا. ادي شوربتنا النهاردة، شوربة كريمة الطماطم. عندنا كالمعتاد تمر ومشروب رمضاني وسلطة، مجرد اقتراح مننا يعني عشان نقدم لكم وجبة كاملة متكاملة. ادي التمر، اديني ثانية. وادي العصير، طبقين سلطة كده، والشوربة اهي، واحد هنا وواحد هنا. وادي الكنافة الجميلة بتاعتنا. وادي طبق اللحمة اللي بصوص الجريفي والبصل. يا رب تكون حلقتنا عجبتكم النهارده. كل يوم بنقترح لكم كده فكره فطار، يا رب تكون على ذوقكم. ولو تلاحظوا كلها مش وصفات فيها شقه يعني، عشان انا ضد الوصفات اللي بتشقي في رمضان بالذات. ودي كانت حلقتنا النهارده، يا رب تكون فادتكم وعجبتكم. واشوفكم باذن الله بكره في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. مع السلامه.